أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأسكى السلام على المبعوث رحمة للخلائق أجمعين سيدنا المصطفى أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ثم اللعن الدائم على اعدائهم ومخالفيهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين امين كثيرة هي المعتقدات الدينية على الأرض اليوم، وكل منها يدعي أنه هو الذي يوصل الإنسان إلى الله تعالى، وأن ما سواه باطل. فأي من هذه المعتقدات او الاتجاهات الدينية على حق، أيٌ من هذه الاديان. نحن المسلمون ندعي في قبال الاديان الأخرى أن ديننا دين الاسلام هو الدين الحق، وأن ما سواه ليس سوى أديان أرضية أو نسخ أرضية مستنسخة عن الأديان السماوية. استنسخت تلك الأديان مع التحريف والتزوير إلى أن تكونت هذه الأديان. فديننا الإسلامي لا شك ولا ريب هو الدين الصحيح والدين السليم الخالي من الشوائب. هذا ما ندعيه في قبال الاديان الاخرى الا اننا نصطدم بحقيقه ان هنالك اكثر من معتقد ديني اليوم يحمل اسم الاسلام وما بين هذه المعتقدات من الاختلافات والتباينات بل التناقضات ما لا يعد ولا يحصر ولا تنحصر هذه الاختلافات في حدود فروع الدين، وانما تمتد لتشمل اصول الدين ايضا. وها هنا نحتاج للاجابه على هذا السؤال ايضا، وهو اي من هذه المعتقدات التي تحمل اسم الاسلام اي منها يمثل الاسلام الحق واي منها يمثل النسخ المحرفه المزيفه عن الاسلام وبعباره ثانيه اي من هذه المذاهب او الطوائف المنتسبه الى الاسلام هو المذهب الذي يمثله حق التمثيل فان لدينا اليوم اكثر من اسلام ليس لدينا اسلام واحد لدينا اسلام هو ذلك الاسلام الذي جاء به الحكام والسلاطين ذلك الاسلام له مباني كثيره متنوعه تتناقض مع ذلك الاسلام الذي جاء به البيت النبوي سلاله النبي المصطفى صلى الله عليه واله. اسلام الخلفاء والحكام والسلاطين نجده مثلا فيما يتصل باصل التوحيد يعتقد او يروج لعقيده اليهود في التوحيد او في اصل التوحيد. اذ يعتقد مثلا بان الله تبارك وتعالى عباره عن جسم محدد في اطار مكاني وزماني محدد وان هذا الجسم يشابه اجسام المخلوقين فله راس وله يد وله رجل وله اصابع وله خاصره وما اشبه ذلك. ويعتقد اصحاب هذا الاسلام المزيف وهو اسلام الخلفاء بان الله تبارك وتعالى ليس عادلا عداله مطلقه، فله مثلا ان يعذب الاطفال في الاخره. كما يقول بذلك ابو الحسن الاشعري امام المخالفين في اصول الدين. وهذا الاسلام ايضا يجعل من بعض صفات الله تبارك وتعالى قدماء معه وهي في الوقت ذاته منفكه عن ذاته فيلزم من ذلك تعدد القدماء وهذا يساوق الشرك يقول مثلا بان كلام الله معه منذ الازل وكتاب الله القران ليس مخلوقا وهذا معناه انهم قد اشركوا بالله كتابه جعلوه قديما كما ان الله قديم وهكذا نجد ان هنالك فوارق عديده بين هذا الاسلام الرائج اليوم الذي هو من صنع الحكومات وبين الاسلام الذي جاء به اهل البيت الطاهرون عليهم الصلاه والسلام. فاسلام اهل البيت مثلا فيما يتعلق بالتوحيد يقول بان الله تبارك وتعالى ليس بجسم ولا يبعض الى اعضاء ولا يمكن ان ننسب اليه القبيح والظلم على الاطلاق وليس له وجه وليس له يد وما اشبه ذلك. وانما ورد في القران من هذا القبيل انما هو كنايه ومجاز ليس الا فيد الله كنايه عن قدرته ووجه الله كنايه عن جلاله وهلم جره وان كتاب الله مخلوق محدث كما قال عز وجل في كتابه الى ما هنالك من الفوارق العديده التي نلاحظها تميز بين اسلامنا وهو اسلام اهل البيت عليهم السلام واسلام المخالفين وهو اسلام الحكام والسلاطين الذين تعاقبوا على حكم هذه الامه بعد استشهاد رسول الله صلى الله عليه واله، تعاقبوا على حكمها بالغلبه والقهر والجبر والارهاب والدمويه والاجرام. كأبي بكر وعمر وعثمان ومعاوية وبني أمية وبني العباس. فإذا السؤال المهم هو أي إسلام هو الحق أو أي معتقد ديني يحمل, يحمل اسم الإسلام؟ هو الذي يمثل الاسلام الحق. اين نجد الاسلام الحقيقي ونميزه عن الاسلام المزيف المحرف؟ الاجابه على هذا السؤال العريض هو او هي محور سلسلتنا هذه. سلسلة كيف زُيِّف الاسلام؟ وهي سلسلة نستعرض فيها ما تعرض له الاسلام من تحريفات ومراحل نشوء النسخة المزيفة عنه التي هي نسخة الحكومات. قبل ان نخوض في هذا المبحث العميق لنجيب على هذا التساؤل العريض ينبغي أن نجيب على تساؤلين في سياق مقدمة هذا المبحث. هذان التساؤلان هما: أولاً، هل من الممكن أن يقع التحريف في دين من الأديان السماوية؟ كيف ذلك؟ ألا يعتبر تجويزنا وقوع التحريف في دين سماوي؟ بمثابة قولنا ان الارادة البشرية انتصرت على الارادة الالهية لان الارادة الالهية قضت بان ينشر هذا الدين بان يتم هذا الدين يتحقق على ارض الواقع فان يقوم مجموعة من البشر بالانتصار او النجاح في تحريف هذا الدين وتزييفه هذا كقولنا ان اراده هؤلاء البشر انتصرت على اراده الله فهل هذا ممكن عقلا ام لا؟ هذا هو السؤال الاول. السؤال الثاني على فرض امكان وقوع التحريف في الاديان السابقه وان ذلك ليس بمحال عقلا. هل من الممكن القول بانه يمكن ان يقع التحريف في الدين الاسلامي مع ملاحظه انه اخر الاديان وان نبيه خاتم الانبياء عليهم السلام كيف نجوز وقوع التحريف في اخر الاديان الالهيه مع اننا اذا قلنا بذلك فان ذلك يوجب علينا ان نقول ايضا بان على الله تعالى ان يصحح مسيره الدين الاسلامي اذ قد زُيّف وحُرّف وهذا يتطلب ان يرسل نبيا اخر ولا نبي بعد محمد صلى الله عليه واله فكيف اذا يقع التزييف والتحريف في الدين الاسلامي؟ هذان سؤالان مهمان الاجابه عليهما باختصار نقول في الجواب على السؤال الاول المتعلق بامكانيه وقوع التحريف في دين سماوي من الاديان نقول نعم ان ذلك ممكن عقلا والواقع ايضا اثبت امكانه لاننا اذا رجعنا الى التاريخ تاريخ الاديان السماويه فاننا سنجد التاريخ بذاته يجيب على هذا التساؤل ما الذي حصل مثلا بعد ادم عليه السلام يحدثنا التاريخ ان ابناء ادم احفاده اختلفوا من بعده فقام ابناء قابيل بعزل ابناء هابيل في جزيره من الجزر ابناء هابيل كانوا مؤمنين ابناء قابيل كانوا قد كفروا ارادوا ان يحرفوا دينهم فقاموا بعزل ابناء هابيل ومحاصرتهم في جزيره من الجزر وادعوا هم في المقابل بان الله تبارك وتعالى امرهم بعباده النار. فمنذ ذلك الحين بدات عباده النار في التاريخ البشري. شوفوا باسم الله باسم دين ادم عليه السلام ادعوا ان الله امرهم بعباده النار. كان ذلك عباره عن تحريف في دين ادم ايجاد نسخة مزورة بديلة عن هذا الدين واستمروا عليها، في حين كان جماعة المؤمنين الذين بقوا على دين ادم من احفاده من ذرية هابيل عليه السلام، هؤلاء انما قد عزلوا في جزيرة من جزائر البحر لا اكثر ولا اقل، اذا يمكن وقوع التحريف في دين سماوي. تكرر هذا التحريف في الواقع مع كل الاديان. ما الذي حصل مثلا بعد نوح عليه السلام؟ نوح الذي جاء إلى قومه ووجدهم عاكفين على عبادة أصنام خمسة اخترعوها ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. منذ ذلك الحين بدأت عبادة الأصنام في تاريخ البشر نوح جاء إليهم ووجدهم على هذا الحال وبعد ألف سنة إلا خمسين عاما من العمل الدؤوب الشاق والاجتهاد في دعوة هؤلاء إلى دين الله تعالى ومحاولة تصحيح مسيرتهم وجدنا أنه لم ينفع معهم كل هذه الجهود لم تنفع معهم فلذلك جرى الطوفان العظيم كما يعلم الجميع الذي هو مثير للدهشه هو انه بعد هذا الطوفان ماذا يحدثنا التاريخ ان البشر عادوا مره اخرى الى عباده الاصنام كيف اهملوا وصيه نوح عليه السلام وهو سام ابنه عليه السلام أهملوه وعزلوه وقاموا في المقابل بالتفتيش بين الرمال عن الأصنام الخمسة السابقة إلى أن عثروا عليها بعد سنين متمادية عثروا عليها وجاءوا وعكفوا عليها عابدين من جديد هكذا عادوا مرة أخرى إلى التحريف والتزوير وصنع بديل زائف بديل معتقاد ديني زائف عن دين ابيهم نوح عليه السلام اما اوصياء نوح بدءا من سام فكانوا قد عزلوا ايضا ما الذي جرى بعد ابراهيم نفس الشيء اختلف قومه من بعده واستمر الاختلاف الى ذريته من يعقوب من اسرائيل عليه السلام، النبي يعقوب هو اسمه اسرائيل. بنو اسرائيل يعني بنو يعقوب، هؤلاء بنو اسرائيل ارتدوا. كيف ارتدوا؟ لا يزعمون انهم كفروا، وانما يزعمون انه الله امرهم بهذا وهذا وذاك. مجموعة من الاعتقادات يشكلونها لانفسهم وينسبونها الى انبياء الله تبارك وتعالى، ينسبونها الى الله ينسبونها الى دين الله، فيقولون الله عبد امرنا بان نصنع كذا وكذا. بنو اسرائيل حرفوا دينهم دين التوحيد وبسبب تحريفهم لدينهم قتلوا كما تذكر الروايات الشريفة سبعين ألف نبي من الأنبياء سبعين ألف يعني أكثر من نصف عدد الأنبياء لأن عدد الأنبياء مئة وأربعة وعشرون نبيا مئة وأربعة وعشرون ألف نبي فسبعون ألف أكثر من النصف نصف الأنبياء لأنهم قاوموا هؤلاء كانوا يمثلون الشرعية الإلهية على الأرض هؤلاء لم يقبلوا أرادوا الدين المزيف أرادوا الدين المخترع، أرادوا الدين المحرف فقتلوا هؤلاء الأنبياء. إذا الاختلاف واقع، التحريف سنة بشرية مع الأسف، سنة بشرية. ما الذي جرى بعد موسى؟ بل قبل أن يرحل موسى عن قومه، وجدنا قومه قد حرفوا دينه بمجرد أن غاب عنهم أربعين ليلة فقط حينما تحدث الله تبارك وتعالى في القرآن وقال وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ماذا حصل في هذه الأربعين ليلة؟ للتو قد غاب عنهم موسى وكان أهم ما جاء به موسى التوحيد يعني أصل الأصول حتى هذا أصل الأصول حرفوه ثم اتخذتم العجلة من بعده وانتم ظالمون. اتخذتم العجل. يعني لم يقتصر تحريفهم على حدود العبادات مثلا. حرفوا في صلاه موسى. الصلاه المفروضه عليهم انذاك، حرفوا في الصيام. حرفوا في الحج. لا ابدا وانما حرفوا في اصل الاصول، قالوا الله تجسد في هذا العجل اتبعوا ذلك الصعلوك السامري وأهملوا خليفة موسى الذي هو من؟ هارون النبي عليه السلام هارون أخوه الأكبر كانوا قد أهملوه مع أن موسى كان لا يزال حيا ولم يغب عنهم سوى أربعين ليلة فقط اختلفوا في هذه الأربعين ليلة، وكفروا في هذه الأربعين ليلة، وأشركوا في هذه الأربعين ليلة، وصنعوا ديناً مزيفاً محرفاً عن دين موسى عليه السلام في هذه الأربعين ليلة. جاء موسى عاد إليهم عاقبهم كما يحدثنا التاريخ ويحدثنا القرآن ولسنا في وارد التفصيل عاقبهم وارجع الامور الى نصابها من جديد ولكن بمجرد ان مضى موسى عليه السلام بمجرد ان استشهد وجدنا قومه قد كفروا من جديد كيف اهملوا وخذلوا وتخلوا عن وصي موسى وهو يوشع ابن نون عليهما السلام هذا الوصي الشرعي الخليفه الشرعي اهملوه تخلوا عنه وخاضوا حربا معه لانهم كونوا لانفسهم دينا اخر ماذا صنعوا في هذه الحرب قاموا باستماله زوجه موسى اسمها صفراء او صافوراء على اختلاف الروايات هذه الزوجه جعلوها تصطف الى جانبهم في محاربه وصي موسى كما قام اولئك الذين سموا انفسهم طالبين بثار عثمان قاموا باستماله زوجتي النبي الخاتم صلى الله عليه واله عائشه استمالوها وجعلوها تصطف الى صالحهم، تصطف معهم في محاربه الخليفه الشرعي، الوصي الشرعي للنبي المصطفى صلى الله عليه واله وهو امير المؤمنين الامام علي بن ابي طالب صلوات الله وسلامه عليهما، نفس الشيء قام به قوم موسى، نفس الشيء ويوشع بن نون ايضا انتصر عليهم وصحح المسيره لكن سرعان ما عادت مره اخرى الى جبهه التزييف بمجرد ان مضى وارتحل الى جوار ربه. ما الذي حصل بعد سليمان عليه السلام؟ سليمان كما يحدثنا التاريخ حكم بقوه السلطان والحكم. وصحح المسيرة البشرية. وكان من جملة تصحيحاته انه نفى اولئك الذين كان يتوقع منهم ان يحرفوا الدين، ان يزيفوه. كان هنالك رجل في زمان سليمان عليه السلام اسمه رحبعام، سليمان نفاه الى مصر. طيب نفاه حذر قومه منه إلا أننا وجدنا أنه بمجرد أن مضى سليمان إلى جوار ربه إذا بقومه يأتون من جديد برحب عام وينصبونه ملكا عليهم ويهملون الوصية الشرعية لسليمان وهو آصف ابن برخيا عليه السلام وهو ذلك الرجل الذي جاء بعرش ملكة سبأ بالولاية التكوينية أهملوا هذا الرجل الوصية الشرعي ونصبوا على أنفسهم أو انقادوا إلى رجل هو ملعون مطرود من قبل النبي سليمان عليه السلام البشر هم البشر يريدون لأنفسهم ما يهوونه ولا ينقادون الى الله تبارك وتعالى، ولهذا الله عز وجل كان يرسل الانبياء ويبعث الاوصياء حتى يصححوا المسيره البشريه ويعيدونها الى جاده الصواب. النتيجه ان سليمان رغم طرده لهذا الرجل ورغم ان هذا الرجل ملعون من قبله، جاء قومه وباسم الدين نصبوه عليهم ملكا. وجعلوه هو القائد الروحي، وهذا حرف في دين سليمان كما يشاء. ثم بعد ذلك جعلوا هؤلاء بنو اسرائيل جعلوا لانفسهم ما يسمى بدوله القضاة. يتداولون فيما بينهم قبائل بني اسرائيل تتداول او قضاة بني اسرائيل تتداول الحكم فيما بينها. هنا طبعا نلاحظ في قضيه سليمان ان الامر ذاته قد وقع في التاريخ الاسلامي رسول الله صلى الله عليه واله كان قد ذم معاويه بن ابي سفيان ودعا عليه قال لا اشبع الله بطنه ولعنه وطرد مروان بن الحكم وأباه من المدينة المنورة نفاهما لكن ما الذي وقع بعد استشهاد رسول الله صلى الله عليه وآله لم تنض السنون إلا ووجدنا أن هذا الملعون من قبل رسول الله وهو معاوية جاء المسلمون وبايعوه يوما على أنه أمير المؤمنين وخليفة رسول الله وان ذلك المطرود من قبل رسول الله المنفي من قبل رسول الله كمروان بن الحكم ايضا بايعوه يوما من الايام على انه امير المؤمنين وخليفه رسول الله لهذا لا يستبعد ان احد امرا يقع من البشر بعض المخالفين يقولون انتم الشيعة تزعمون ان رسول الله حذر الامه من فتنه ابي بكر وعمر وشبههما بالسامري وعجله ولعنهما نعم لعنهما وهنالك مؤشرات على ذلك في كتب المخالفين ايضا غايه ما هنالك انهم حذفوا اسماء ابي بكر وعمر وجعلوا فلان وفلان فيحاول المخالفون ان يشكلوا على شيعه اهل البيت عليهم السلام يقولون هل يعقل ذلك رسول الله يحذر من هذين الرجلين وياتي المسلمون فيما بعد يبايعونهما هل هذا ممكن؟ نقول نعم ممكن كما أن قوم سليمان رغم تحذيرات سليمان ورغم نفيه ولعنه لرحب عام جاءوا وبايعوه فيما بعد وجعلوه خليفة له وقائدا وملكا عليهم نفس الشيء بالنسبة إلى أبي بكر وعمر البشر هم البشر ما الذي جرى بعد عيسى عليه السلام ايضا يحدثنا التاريخ بان قوم عيسى بعده اختلفوا ماذا حصل عزلوا الوصيه الشرعيه لعيسى وهو شمعون الصفا عليه السلام عزلوه وطهدوه وفي المقابل الى من انقادوا الى رجل كان بالامس القريب من الد اعداء عيسى عليه السلام من الد اعداء اتباع عيسى عليه السلام هذا الرجل يقال له بولس هذا بولس هو الذي نصر النصارى كان لمده ثلاثين سنه من الد اعداء عيسى ومن الد اعداء دينه والمؤمنين به الى درجه انه تلطخت يداه بدماء المؤمنين بعيسى عليه السلام كان يقتلهم ويضطهدهم كان متجبرا طاغيا شريرا ارهابيا ما الذي حصل هذا الرجل اكتشف انه بعد ثلاثين سنه لا يتمكن من ان يقضي على دين عيسى من الخارج فلا بد ان يندس من الداخل يأتي من الداخل يتغلغل في أوساط المؤمنين بعيسى ويتظاهر بالإيمان وشيئا فشيئا يقلب دين عيسى ويهدمه من الداخل. هذا الذي وقع فعلا. الرجل جاء ذات صباح إلى المؤمنين بعيسى متصنعا الندم مظهرا التوبة الكاذبة الكذوبة فقال بأنه قد ظهر لي عيسى عليه السلام في المنام و مني على ما أصنع فأنا تبت على يديه والآن آمنت به فهو أرسلني إليكم جعلني رسولا لكم فهؤلاء هللوا واستبشروا وخذلوا وتركوا الوصية الشرعي لعيسى عليه السلام أحد حواريه شمعون الصفا عليه السلام تركوا هذا الرجل وذهبوا لينقادوا لبولس وهذا بولس قلب دين عيسى راسا على عقب دين عيسى انما جاء للتوحيد لتثبيت اصل التوحيد واذا بهذا الرجل يجعل القوم يعتقدون بان عيسى ابن الله وان عيسى جزء من الله وهو الذي نصرهم وابتدع لهم اصول فكره التثليث التثليث الباطل نفس الشيء نكتشفه في تاريخ الاسلام وهذا كله سياتي فيما بعد ان شاء الله في الحلقات المقبله سنبين هذه الامور بالتفصيل وبالمصادر وبالادله نكتشف نفس الشيء ان عمر بن الخطاب مثلا لعنه الله هذا الرجل الذي كان من الد اعداء رسول الاسلام من الد اعداء المسلمين المسلمين ذاقوا منه المرارات في مكه هذا الرجل حينما يكتشف بانه لا يتمكن من ان يهدم الدين الاسلامي من الداخل قال لا بد من ان اندس في اوساط المسلمين وشيئا فشيئا اهدم هذا الدين من الداخل قال لا أتمكن أن أهدم الدين من الخارج من الخارج ما أتمكن هذه حالة طبيعية في كل الأنبياء عفوا في كل الأديان نجد أنه بشكل عام المحاربات التي تأتي للدين وإلى نبي هذا الدين وإلى الأتباع هذا الدين المحاربات التي تأتي من الخارج لا تنجح لكن المحاربات التي تأتي من الداخل هي التي تنجح طبيعة. لماذا؟ لأنه هؤلاء الذين يندسون يصبحون منافقين يظهرون عكس ما يبطنون فيحاولون أن يغيروا الدين من الداخل دون أن يشعر بهم أحد، يعني الآخرون يظنون أن هؤلاء قلبهم على الدين عندهم حرص على الدين. عمر هكذا كان يتصنع الزهد، يتصنع الإيمان، يتصنع الأخلاق مع أنه كان فيه جفاء وغلظة. لكن في بعض الموارد يتباكى يتصنع التقوى الورع لكنه في قراره نفسه كان محاربا لهذا الدين يقوده في ذلك طمعه يريد ان يتوصل الى الحكم الى السلطه كسائر الذين حرفوا الاديان الاخرى الذين حرفوا الاديان الاخرى كانت اهدافهم تتلخص في نقطتين الاولى مقدمه للثانيه انه يهدم الدين من الداخل ويتوصل من خلال هذا الهدم والتزييف والتبديل الى ان يصبح زعيما لهذا الدين يصبح هو الملك هو السلطان هو المرجع الديني هو القائد القائد الروحي وهكذا فاذا التاريخ يحدثنا او يبين لنا بجلاء امكان وقوع التزييف في الاديان وقد وقع هذا التزييف في الدين الاسلامي بعد استشهاد الرسول الاعظم صلى الله عليه واله بالسم مقتولا شهيدا بمؤامره من قبل ابي بكر وعمر وبتنفيذ ابنتيهما عائشه وحفصه الدين الاسلامي زُيّف حُرّف بدأ التزييف فيه بمجرد شهاده رسول الله صلى الله عليه واله فماذا صنع القوم؟ قوم محمد صلى الله عليه وآله ماذا صنعوا مع الأسف قاموا بإهمال الوصي الشرعي خذلان الخليفة الشرعي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهم السلام وجاءوا بمن كان بالأمس القريب من ألد أعداء هذا الدين واتبعوا هذا وأشباهه جعلوهم ملوكا عليهم واتبعوهم واخذوا منهم الحلال والحرام، الى ان تبدل الحلال الى حرام والحرام الى حلال. فكونت نسخه مزيفه عن الدين الاسلامي. اذا التحريف في الاديان ممكن الوقوع. وهذا لا يعني انتصار الاراده البشريه على الاراده الالهيه لان الاراده الالهيه انما تعلقت بان يترك البشر مختارين ان يترك لهم الاختيار الاراده الالهيه لم تتعلق بجبر البشر على ان يؤمنوا بدين معين ومنعهم من ان يحرفوا هذا الدين لا الله تبارك وتعالى جعل البشر احرارا فلذلك لا بد ان يلازم هذا ان يترك لهم امكان ان يحرفوا اديانهم والا كيف يكون هنالك حريه واختيار ولماذا الله جعلهم احرارا لماذا جعلهم مختارين حتى يحاسبهم لانه اذا جبرهم على شيء اكرههم على شيء ما كان له ان يحاسبهم يوم القيامه يعد ذلك بمثابه الظلم الجبر والاكراه ظلم للبشر فلا الله عز وجل يقول لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي هذه هي السنه الالهيه فاذا التحريف في الاديان ممكن الوقوع هنا يتبقى لنا سؤال اخر ذلك السؤال الثاني وهو انه اذا افترضنا امكان وقوع التزييف والتحريف للاديان السابقه فكيف يمكن وقوع التزييف في الدين الاسلامي مع انه اخر الاديان الا يستلزم ذلك من الله ان يرسل نبيا اخر ليصحح المسيره وحيث قد ثبت لدينا ان النبي الخاتم هو خاتم الانبياء صلى الله عليه واله فكيف اذا يمكن وقوع التحريف والتزييف في الدين الاسلامي؟ نقول نعم التزييف يمكن ان يقع في الدين الاسلامي وهذا ليس بمحال ومساله تصحيح المسار وتنقيه الدين الاسلامي من الشوائب التي اضافها اليه المحرفون والمزيفون والمغيرون والمبدلون ليس بالضروره ان تكون مربوطة هذه المهمة مهمة تصحيح المسار، مهمة التنقية، ليس بالضرورة أن تكون موكلة إلى نبي من الأنبياء، يمكن أن توكل إلى الأوصياء. وهذا هو في الواقع دور الأوصياء. أوصياء رسول الله الإثني عشر أولهم علي وخاتمهم المهدي. صلوات الله عليهم اجمعين ما هي مهمتهم؟ ما هي وظيفتهم؟ انما هي المحافظه على الدين الاسلامي وتنقيته من الشوائب ومحاوله تصحيح المسار. وكما عندنا ويؤمن به الجميع ايضا ان الامام المهدي المنتظر صلوات الله عليه وارواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف حينما يظهر فان اولى مهماته ستكون تصحيح الدين الاسلامي. تصفيه الدين الاسلامي، تنقيته واعادته الى ما كان عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه واله. فاذا لا يمكن توجيه نقد انجاز التعبير الى الله تبارك وتعالى في انه كيف سمح بوقوع التحريف في الدين الاسلامي والحال انه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه واله يمكن ان يتكفل بمهمه التصحيح لانه بعد محمد صلى الله عليه واله هنالك الاوصياء الذين نصبهم محمد نصبهم محمد صلى الله عليه واله وجعلهم ائمه لهذه الامه لكن ماذا نصنع لو ان هذه الامه خذلت هؤلاء الائمه خذلت هؤلاء الاوصياء اهملتهم وحاصرتهم وبدلا من ان تنقاد اليهم لكي يعلموهم الدين الاسلامي الصحيح دين جدهم رسول الله بدلا من ان يذهبوا الى البيت النبوي الشريف ذهبوا الى بيت ال ابي سفيان ذهبوا الى بيت العباس بني العباس، ذهبوا الى بيت ابن ابي قحافه، ذهبوا الى بيت ابن الخطاب وابن عفان ومن اشبه. واليوم تجدونهم يذهبون الى امثال بيت ال سعود وغير ال سعود. المشكله فينا نحن. ثم تاتي الامه وتشتكي تشتكي من الظلم. تشتكي من الفساد. تشتكي من الفحشاء والمنكر والبغي. تشتكي من المآسي لم تشتكون لم تشتكون كما تكون يولى عليكم لو أن الأمة الآن صلحت أصلحت وضعها لظهر إمامنا صاحب العصر عليه السلام عليه السلام ولا عاشت تحت ظله في منتهى العدالة، في قمة العدالة، في قمة السعادة، ولكن الأمة خذلت أهل البيت، خذلت الحكام الشرعيين، خذلت الأوصياء الشرعيين، واتبعت المنافقين والمبدلين والمزيفين. هنا يرد سؤال مهم أنه سلمنا الآن بأن من الممكن عقلا وقوع التزييف في الأديان، ومن بينها الدين الاسلامي، لان ذلك لا يعد انتصارا للاراده البشريه على الاراده الالهيه، ولان الله تعالى قضى بان يترك البشر مختارين. ولكن هل هنالك ادله نقليه لا فقط عقليه، هل هنالك ادله نقليه اي من الكتاب من السنه تثبت انه ذلك ممكن؟ او تؤشر الى ان الدين الاسلامي سيتعرض الى مؤامره تستهدف تزييفه وتحريفه نقول في الجواب نعم هنالك من الكتاب ومن السنه ايضا واحاديث عديده لم تروى فقط في مصادر شيعه اهل البيت عليهم السلام وانما رويت ايضا عند المخالفين واحد من هذه الأدلة القرآنية قوله تبارك وتعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل إن قلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين هذه الآية عن ماذا تتحدث؟ هذه الآية تتحدث بشكل صريح عن أن هذه الأمة ستنقلب بعد نبيها. ستنقلب بعد نبيها. أفإن مات أو قتل، لأن رسول الله قتل. هذا على نحو آه يعني آه الإضراب ليس على نحو الترديد لأن الله لا يشك الله بالنتيجة يعلم الغيب فلا يشك أفإن مات أو قتل يعني بمعنى أفإن مات بل قتل أو أحيانا تأتي بمعنى بل للإضراب كما في قوله تبارك وتعالى وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون أو يزيدون يعني بل يزيدون أكثر من مئة ألف فهنا يعني رسول الله قتل طيب إذا قتل رسول الله ما الذي يحصل؟ إنقلبتم على أعقابكم انقلاب يعني ترتدون ترجعون كفارا وقع ذلك قسم من الأمة ارتد علانية القسم الآخر ارتد باطنا لكن في ظاهره بقى على اسم الإسلام يعني وقع عملية تزييف وتحريف هذا هو عملية تزييف وتحريف وقعت بعض المخالفين يحاولون ان يفروا من دلاله هذه الايه على ان الامه انقلبت بعد رسول الله صلى الله عليه واله، يحاولون ان يفروا فيخلقوا تفسيرا اخر لهذه الايه. لكن القران يفسر بعضه بعضا. وهذه الايه اذا ما انضمت إلى سائر الآيات نفهم هذا الأمر وهو أن الإنقلاب على رسول الله على دين رسول الله أمر لا بد واقع بدلالة هذه الآية الكريمة وذلك الانقلاب إنما يكون بمعنى الاختلاف بعد رسول الله والأمة قد اختلفت بعد رسول الله الأمة التي بقت على اسم الإسلام ها ما قالوا بأننا قد كفرنا واشركنا كما هو الحال مثلا بالنسبه الى قوم مسيلمه مثلا مسيلمه الكذاب لا ما ارتدوا علانيه ما ارتدوا لا وانما اختلفوا بعد رسول الله هذا الاختلاف هو بحد ذاته يمثل ارتدادا هسه قد واحد يسال يقول كيف اختلفوا؟ نقول هل هنالك اعظم من الاقتتال؟ اقتتلت هذه الامه فيما بينها كان امير المؤمنين مع المؤمنين معه في جبهه قاتلت جبهه عائشه وطلحه والزبير. اقتتلوا معركه الجمل، معركه النهروان، معركه صفين، اقتتلت الامه، اذا وقع الكفر وقد حذر رسول الله صلى الله عليه واله من ذلك، الم يقل لا ترجعن بعدي كفارا طيب ما هي علامه الكفر؟ يضرب بعضكم رقاب بعض. هذه رواية مشهورة الكل يسلم بها رويت في صحاح المخالفين ايضا لا ترجعن بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض اذا هذا الضرب هذا الاقتتال هو اشارة علامة على ان الامة قد كفرت وارتدت لكن بقت باسم الاسلام بقت باسم الاسلام كيف بقت إذن باسم الإسلام؟ صنعت بديلا زائفا عن الإسلام صنعت نسخة أرضية محرفة عن هذا الدين السماوي دين الإسلام هذا هو لندقق هنا في رواية رويت عن الكاف الشريف عن الإمام أبي جعفر الباقر صلوات الله عليه حين يستدل بهذه الآية ويضم إليها آية أخرى تتحدث عن زمان النبي عيسى المسيح عليه السلام لكي يثبت أن هذه الأمة قد زيفت دينها فيما بعد وحرفت هذه الرواية في الكافي الجزء الثامن الصفحة 270 عن عمرو بن أبي المقدام عن أبيه قال قلت لأبي جعفر عليه السلام إن العامة يزعمون أن بيعة أبي بكر حيث اجتمع الناس كانت رضا لله جل ذكره وما كان الله ليفتن أمة محمد صلى الله عليه وآله من بعده يعني الناس كأنهم اجتمعوا على حق وهو أبو بكر مبايعة أبي أبو بكر وليس في ذلك فتنة للناس الله لا يفتن الناس في هذا الأمر لا يمكن فالإمام الباقر عليه السلام يقول أو ما يقرؤون كتاب الله أو ليس الله يقول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل قلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين إذا بيعة أبي بكر كانت وجها من أوجه الانقلاب على رسول الله وعلى دينه قال فقلت له الراوي يقول إنهم يفسرون على وجه آخر يحاولون أن يلووا الدلالة يلووا عنق الدلالة يفر من دلالة هذه الآية فالإمام يرد عليهم يقول أوليس قد أخبر الله عز وجل عن الذين من قبلهم من الأمم أنهم قد اختلفوا من بعد ما, من بعد ما جاءتهم البينات حيث قال وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد اذا ارادة الله ان يترك البشر ان تترك امه الاسلام مختاره وهؤلاء رغم انه قد جاءتهم البينات الا انهم اختلفوا واقتتلوا وكفر بعضهم بعضا وكانوا قد انقلبوا بذلك على دين رسول الله فالمطلوب اليوم ان نفتش عن دين رسول الله اين نجده لن نجده الا عند ذريه رسول الله عند السلاله الطاهره من ابناء رسول الله وهم الائمه الاطهار عليهم الصلاه والسلام واستكمال بحثنا نرجئه ان شاء الله تعالى الى الحلقات القادمه وصلى الله على سيدنا محمد واهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وال محمد